بقدر ما كانت فكرة فقدانه لأطرافه صعبة، كان الاستمرار على هذه الحال أصعب. يزن طفل من ضحايا الحرب على غزة، ودعها بثلاثة أطراف مبتورة ستبقى الشاهدة على قسوة الحرب رغم ما تحمله من أمل. والله أنا قعدت شيء حوالي خمسة شهور ما مشيت فيهم، ركبوا الأطراف وبدأت أتعلم على المشي والحمد لله بمشوا عادي. شعور حلو يعني، إنه شعور إنك ما تمشيش شوية صعب، بس يعني إنك تمشي أحسن. يزن يحاول اليوم الاعتياد على أطرافه الجديدة التي سيعود بها إلى غزة، حيث قدرت أعداد إصابات مبتوري الأطراف 15,000 إصابة. سيكون لكثير منها نصيب في مبادرة عنوانها استعادة الأمل. المبادرة هي إنه كيف ممكن نخفف من آثار البتر الذي يحدث في غزة بشكل يومي. أقل ما نقدر نقدمه أنه نقدم طرف اصطناعي لأي شخص بحاجة له، ليس فقط عشان يقدر يتحرك، لكي يقدر أن يعيش. التقنية الجديدة تعتمد على بلاستيك من لو تمبرتشر بحرارة منخفضة، بتقدر أنت تشكله على رجل المريض مباشرة، مش زي الأطراف العادية اللي بدها زيارة المريض من 10 إلى 12 زيارة لمركز متخصص. ومع تأثر المنظومة الطبية هناك، إضافة لطول إجراءات تركيب الأطراف التي تمتد لأكثر من 4 أشهر، وفرت هذه المبادرة الأردنية بالتعاون مع شركتين عالميتين تقنية جديدة في تركيب الأطراف خلال أقل من ساعة، في حين تستعد طواقمها الطبية للذهاب إلى القطاع في جولة طبية إنسانية شعارها العودة للحياة من جديد. عماد العضائل، الحدث، عمان.